إننا نعيش اليوم لحظة وطنية فارقة تطبع مسارنا التنموي والمجتمعي، كتستدعي مزيدا من اليقظة المؤسساتية بغية استشراف المستقبل بكل عزيمة وثقة من خلال الانكباب على تجويد مضامين مشروع المخطط الوطني للماء لسنة 2050 استنادا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تزويده بآلية الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فعاليته، علما أن هذا المخطط سيقارب 383 مليار درهم على مدى 30 سنة المقبلة، يمول جزء كبير منه من الميزانية العمومية، حيث يتوقع أن يساهم هذا المخطط في أفق سنة 2050 في تعبئة 4 مليار متر مكعب إضافية من المياه، وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى، إنجاز مشاريع للربط بين الأحواض لضمان تدبير مرن للموارد المائية وتجميع المياه، وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم التنمية الترابية، مع تطوير تحلية مياه الماء لتبلغ القدرة الإنتاجية مليار متر مكعب. هذا الشيء في التحلية ديال الماء، دابا حنا كنديروا 120-130، خصنا في افق ديال 2030 نوصلوا للمليار ديال المتر مكعب في التحليه ديال الماء الصالح للشرب، وكذلك خفض معدل توحل السدود بنسبه تتراوح بين 10-20% عبر تهيئه الاحواض المائيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.